ورجعنا تاني يا ستات علشان نبتدي آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، والفقرة دي مهمة جدا، وحقيقي أنا سعيدة إن احنا هنتكلم في الموضوع ده علشان كل الناس اللي بيشوفونا لازم يبقى عندهم وعي، ولازم يبقوا فاهمين إن كل ألم في جسمنا بيبقى رسالة، رسالة لازم نسمعها كويس جدا. هيكون معايا ضيفي العزيز اللي أنا فخورة إن هو معايا النهاردة وسعيدة جدا إن أنا بصور معاه لأول مرة، دكتور هشام مصطفى، استشاري ومدرس بأمراض الباطنة جامعة المينيا، واستشاري زراعة الكلى مستشفى النيل البتراوي. ازي حضرتك؟ أهلا، ازيك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. ازيك؟ أنا سعيدة جدا إن أنت معايا، وأنا والله وسعيدة إن احنا هنكلم النهاردة الشباب عن حاجة كتير قوي سمعنا عنها، وللأسف الإعلام كمان اتكلم عنها كتير قوي، وهم زي ما يكونوا في حياة تانية لوحدهم. احنا مش عاوزين نركز، مش عاوزين نفكر، لما بتحصل صدمة بتخضنا بنبتدي نركز ونرجع نبتدي نشوف هو الحاجة دي حقيقية، هي الحاجة دي هتضرنا فعلا. الأول أنا عاوزة أتكلم على الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ونتكلم على أسباب الوفاة. وطلعت إشاعات كتير قعدوا يقولوا لك هبوط في الدورة الدموية، أخد مكملات غذائية، خد حقن علشان الماسلز مش عارفة يحصل لها إيه، والحقيقة إن ده فعلا حصل، ما طلعتش إشاعات. الحاجات دي ممكن تموتنا؟ يعني في الأول طبعا الآلام الجسم بيبقى ليها رسائل مختلفة، والتعامل معاها عايز خبير، يعني حتى مش عايز دكتور عادي، هو عايز دكتور طوارئ. دكتور طوارئ. يعني أوكي. لأن هنا في ما فيش حاجة نقدر نتخيلها أو نتوقعها، لأن كل ألم بيبقى بنتعلمه في الكلية بيبقى ليه رسالة معينة. يعني بمعنى مثلا لما يبقى في ألم في الصدر كده، ده بيبقى معناه ليه أسباب كتير جدا، بس أخطرها أن يكون مشكلة في القلب مثلا. يعني أنا لو حاسة أن عظم صدري بيوجعني معنى كده أنه قلبي الحقيقة ليه أسباب كتير، بس يعني اللي هيقدر يفصل بيننا الدكتور الطبيب طبعا. في قسم الطوارئ، لأنه في الحالة دي هيبتدي يعمل فحوصات مختلفة نقدر نوصل لتشخيص معين. لكن فكرة أن أنا أتخيله أو أخد يعني أي حاجة أو لا، دي مش حقيقة. الفكرة بتاعت هيثم الله يرحمه هي يعني قد يكون لها أسباب مختلفة، لأن بدأ الموضوع بألم في مكان المعدة هنا، فقالوا إن هو راح لصيدلي وخد يعني زي حاجة كده مسكن أو حاجة، والحقيقة إنه ألم المعدة برضو ليه أسباب مختلفة. أكتر سبب قد يؤدي إلى الوفاة هو إن يكون في جلطة في الشريان التاجي. هل الجلطة في الشريان التاجي انتشرت بين الشباب؟ أنت لو حضرتك لاحظتي على الفيسبوك الأيام دي كمية الوفيات بين الشباب كمية عالية جدا، حاجة مش طبيعية. وكلهم بيبقى زي يعني سبب الوفاة غامض، أنا أصلا سخنت شوية فراح للدكتور الصيدلي اداله حقنة عشان السخونية فرجع توفى. يعني بنسمع حاجات كده مريبة، لأن في استسهال في الموضوع. يعني برضو الدور بتاع إن احنا كل حاجة الدكتور ده ممكن أي حد يقوم بدوره، بدأ يبقى في حاجة اسمها شهادات، مش عارف أخد شهادة في التغذية فبقى بتاع تغذية أخد شهادة. الحقيقة دي عايزة رقابة، لأن الفكرة زي يعني توقعي أنا الشخصي الفكرة أن حد كان عنده ألم في المعدة. طب واحدة واحدة علينا، يعني دلوقتي أنا لو بروح جيم وفي حد دارس تغذية مش طبيب وبيديني مكملات غذائية ونوع دايت معين بمشي عليه، ده غلط؟ لازم يبقى معاه دكتور. لأن لازم يبقى في طبيب. تمام. لأن المكملات لو احنا ليها طبعا ليها يعني أشكال مختلفة، لكن الباودرز مثلا اللي هي الباودر دي البروتين تقريبا البروتين والحاجات دي ممكن تبقى تنفع، لكن لو في خلل في الكلى أو الكبد ما تنفعش. فبالتالي أنا اللي بيبقى في الجيم ده مش حد متخصص بيشوف وظائف الكلى ووظائف الكبد، فبالتالي لا ما يعرفش. أنا بتكلم إنه ليه دور بس بجانب حد تاني. عارف حضرتك لما نتكلم مثلا على بيوتي سنتر مثلا فبيشتغلوا على حاجات الجلد وما أعرفش إيه، لازم يبقى في دكتور جلدية. ما ينفعش نبقى بنتكلم إن أنا خدت كام دورة كده في التجميل، أنا كده بتكلم على يعني ده هيدخل عنصر الدجل. لازم يبقى في حد متخصص دارس فاهم، لأن الباودرز مثلا تنفع الحقيقة وناس كتيرة بتاخدها، بس في الآخر لو هو كان عنده الكرياتينين اللي هو أنا كنت باخدها بس بطلت. ما أنا بقول حاجة إيه ينفع، بس هي لو إحنا بنتكلم على وظائف كبد سليمة وظائف كلى سليمة ممكن،
احنا بنتكلم كمان مشكله. طب معلش، ليه وظائف الكبد والكلى؟ لان البروتين بيبقى مخرج بيطلع ان برودكت او ويست برودكت او ماده يعني زي الامونيا، وبعدين اليوريا بتخرجها الكلى وبيخرجها الكبد. اوكي. فبالتالي لو ده ما حصلش وانا باخد بروتين بكميات كبيره، احنا عندنا مرضى الكبد ومرضى الكلى بيقولوا لهم ما تاكلش لحمه. اكيد عارفه المعلومه دي. فبالتالي انا ما ينفعش ازود البروتين، وانا مش داخل الجيم معايا شهاده في مصر بالذات، يعني مش معايا شهاده مكتوب فيها ان وظائف الكلى عامله ازاي ووظائف الكبد عامله ازاي. طبعا. واخد بالك؟ طب ده لازم بقى، ده احنا كل ده انا هروح اعملها من بكره. المفروض. انا قعدت خدت وقت وطويل قوي. لان لما احنا زي ما انت قلتي كده، هو يعني هو هيثم من الناس الجدعان والمخلصين، وبان جدا بعد الوفاه انه جدع يعني، لان طالما هتتعلم منه حاجه، انا بعتبر ان المشاهير بتتعلم منهم رسائل معينه. طبعا. دي رساله لكل الناس. انت لما تبقى بعد ما توفيت الناس بتتعلم منك حاجه لصحتها، يعني دي حاجه من الحسنات اللي ممكن تروح له يعني. طبعا. فكره احنا نتعلم منه او من احداث الوفاه. احنا معانا صوره معموله اهي. دي 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 مثال يعني من باب الدجل. لانه نزل على الفيسبوك، انتشر وبدات كتير جدا يشيروا الصوره دي. على انه انت لما يجي لك هبوط حد في الدوره الدمويه المفروض تاكل مش عارف. رجعوها لنا تاني يا جماعه عشان الناس تلحق تقراها. لا غلط. دي انا مش عايز الناس تشيرها. لان انا شفتها، انا جبتها لحضرتك في الحلقه. أوكي. لان شفتها متشيره بنسبه كبيره جدا. المفروض كاتبين ان احنا ناكل ايه بقى؟ مكتوب لما يحصل انخفاض درجه حراره الجسم والشعور بالبروده والارتعاش وضيق في التنفس والتعرق، ما اعرفش نعمل ايه، فنبتدي ناكل موز وجزر وتون وعنب. ده الدستور، دي جت الدستور اللي منزلاه. ومانجا وزبيب والكلام ده مش حقيقي. طب اغسلوا لنا بقى الدستور، احنا بنقول لكم رساله. هو التوجه الحقيقي ان انت تروح لدكتور الطوارئ. لان ده اللي ما حصلش يعني. احنا بنتكلم لو يعني لو الصوره دي المفروض الاجابه الصحيحه ان احنا نروح لدكتور الطوارئ. طبعا لو حصل هبوط في حد في الدوره الدمويه، هنتكلم في الحته دي بعد شويه. لابد ان تتوجه لدكتور الطوارئ، اقرب دكتور ليك. اوكي. يعني انا ده اللي انا شايفه في حاله لما يجي لك هبوط او وجع في اللي بيسموه الناس فم المعده، اللي هو الايبيجاستريك بين. صورة الدجل في مجتمعنا حاجه صعبه قوي. الغريب انه احمد زكي الله يرحمه كان عامل مسلسل الايام. فكان في جزء كده لطه حسين، وهو يعني من الناس العظيمه في مصر، انه سبب فقده لعينه كانت مرتبطه بفكره انه راح لواحد في الاول وخلاه ما يشوفش. سبحان الله. ده حقيقي. وقنديل ام هاشم وبعض الافلام كتيره تناولت المساله دي. انا بعتبر ان احنا في 2019 عندنا دجل الفيسبوك، عندنا دجل تويتر، عندنا دجل، عندنا يعني الدكتور للاسف في مصر بدا قيمته تقل شويه في التعامل، عشان الناس كلها بقت دكاتره على الفيسبوك. لان الناس بقت كلها دكاتره، وبدات في جروبز بقى بالستات بيتكلموا مع بعض. يعني شيء محزن ان انت تدخل على جروب تقول انا شفت حاجه، واحده بتقول له ان ايه خبرتك ماهيش دعوه بالدكتور. ما ينفعش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها خبرتك. في حاجه اسمها الدكتور، الاكسبيرينس هتيجي من الطبيب. فالفكره هنا الصورة دي من الصور المؤلمة جدا. ما كذبش خالص في الصورة دي. روح للدكتور. لا، هو قال له خد رمان ومش عارف حبان حاجة. احنا المفروض في 2019 في 2019 2020 ما يصحش ان يبقى ده موجود في مصر. ما نبقاش عارفين ده التوجه. طبعا ما نبقاش عارفين. طب معنى كده ان الطب البديل ده موجود؟ اصل هو ده هيقول لك ده مدرسة الطب البديل. لا، عالجوا نفسكم بالاكل. لا اقول لحضرتك حاجة. بص اقول لحضرتك حاجة، في حاجة في التخصص الصيدلي اسمه كلينيكال فارماسي. اوكي. تخصص ظهر في مصر وعظيم جدا. اللي هو الصيدلي بياخد روشتة الدكتور وبعدين يطلع الدواء المناسب. أوكي. لو احنا بنتكلم في جروب، لو الناس بتشتغل مع بعض هيطلع حاجة كويسة. لكن المشكلة ان الصيدلي بيشتغل لوحده، الدكتور بيشتغل لوحده، كلينيكال فارماسي بيشتغل لوحده. فبدأ ينتشر الدجل بس بطريقة علمية. هو ده اللي تقدر تقوله في 2019. أوكي. وقنوات تلفزيونية كتير للأسف فاتحة المجال لناس. انا دكتور تخصصي الدقيق في البطنه كلى. في ناس على قنوات تلفزيونيه بتقول للناس ما تغسلوش كلى وخد مثلا توم، خد مش عارف كذا، وصفات مختلفه. ده ممكن ينفع؟ لا طبعا. بس للاسف الناس بتبقى متعلقه باي حاجه. لما تقول له ان انت هتوقف الغسيل، انا شفت حالات ماتت لمجرد انه قال له وقف الغسيل. انت الناس بتبقى متعلقه باي حاجه. طبعا. يعني لما تقول لواحد انت هتوقف مساله زي الغسيل مؤلمه وبتضيع وقت ووقتك كله بيبقى في الغسيل. فبالتالي ناس كتير جدا، انا بحذر من مساله ان انت تسمع المعلومه ممكن تكون
سطحيه جدا وتنفذها وتوقف ادويه الضغط، توقف ادويه السكر. عارف يا دكتور هشام المشكله ايه؟ ان احنا زمان كنا من 10 سنين كده كنا نقعد نقول ايه، بلاش موضوع الدكتور في الصيدليه، ما ينفعش نروح للصيدليه نطلب دواء. بس زي ما حضرتك قلت ان الدجل على السوشيال ميديا، انه احنا دلوقتي بنواجه حاجات كتير وبنواجه كمان فضائيات، مع يعني للاسف انا مش عارفه لحد دلوقتي هم مكملين ازاي خارج مصر، يعني للاسف هم يعني البث مش موجود في مصر، فبيتكلموا براحتهم بيقولوا للناس رسائل هباب زي كده. دي يعني قاتله. يعني انا هي مش اقل خطوره من الحقيقه من الموقف اللي حصل لهيثم، سواء من الجيم او من غيره. فكره ان انت تقول لحد ما تاخدش دواء الضغط، ما تاخدش دواء السكر، الغسيل، حاجات زي كده فظيعه. طيب خلينا نرجع بقى تاني للستات اللي بيشوفونا. حضرتك قلت كذا حاجه مهمه في البدايه قوي، انه لو انا مثلا دلوقتي عندي هبوط في الدوره الدمويه، او عندي ضغطي ابتدى يقل، او اصدع واحس بالحاجات دي، بدي اعمل ايه؟ اقول لك حاجه، احنا كتير من الناس المعلومه دي، السؤال ده مهم جدا. يعني كتير من الناس يعني ما تعرفش المعلومه اللي انا هقولها دي. في حاجه اسمها ضغط عالي منتشر جدا. فنسبه الضغط العالي متقسم اسمين، اسم ليه سبب واسم ملوش سبب. الضغط العالي فعلا ملوش سبب بنسبه كبيره، وبالتالي بندي دواء، لكن ما فيش حاجه اسمها ضغط واطي. ضغط واطي يساوي مصيبه. طب الصوره دي عن الضغط ولا دي هم حاطينها حاجه ثانيه؟ دي الم الصدر، يعني اللي هو عايز توجه للطبيب. يعني ده سؤال كنت حضرتك سالتيه من شويه. طب خلاص، لما اكون بشاور كده ده ما يخوفش، لكن لما اكون بشاور كده ده اللي يخوف. يعني لما الحاجة قلت عليه ألم العضلات ده، أوكي، ده ما يخوفش، لكن الألم ده مرعب. يعني أنا مش قادر أتنفس. ده عايز نشوف برضه ونتدور. أوكي. طب نرجع حضرتك كمل بقى نرجع موضوع الضغط. عشان أول امبارح حصل لي نفس الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها. هقول لحضرتك، الضغط الواطي بالنسبة لنا ما فيش حاجة unexplained hypotension. الهايبوتنشن يساوي شوك. أوكي. يعني يا إما في مشكلة في القلب، يا إما مش في مشكلة في الغدة. يا اما في مشكله مرتبطه بكميه السوائل في الجسم، ما بياكلش مثلا، ما يعني فتره طويله قاعد ما بياكلش لاي سبب ممكن، او ما يشربش. يوم التصويب عندي توتر، ما بشرب ولا باكل. قد يكون في مشكله مثلا في القلب، مشكله في الغدد، مشكله يعني كلها مشاكل عايزه دراسه، يعني ما ينفعش اتوقعها. سيمبلي هو لو انا ما خفتش على الميه، لو ما شربتش ميه والموضوع ما خفش، يبقى انا محتاج توجه لطبيب. انت عارف حضرتك في حاجه في الصيدليه اسمها نقط ترفع الضغط، دي من اكبر المصايب في مصر. والله امبارح، طبعا هقول لحضرتك على حاجه، انا كنت بصور وكنت لطيفه جدا، وفجاه ضغطي وطي. اشربي كركديه دودي. لا نعمل لها بالعكس. قهوه. لا طب نجيب لك نوع مسكن كده للدماغ الناس كلها عارفاه، ده بيتاخد بيقولوا ان هو بيظبط الضغط. وحد من زمايلنا، طب انا معايا نقط اللي بترفع. لا ما هو ده غلط، ده مش حقيقي. كل الناس عارفه مستقبل النقط دي ايه، الضغط هيبقى عالي. يعني هي دي شكوى البنات عموما، شكوى موجوده في البنات. البنات عشان الهرمونز اللي هي الاستروجين، وهرمون الهرمونات الانوثه، يعني بيبقى دايما ضغطها واطي شويه. والضغط مش رقم، انا عايز اقول لك حاجه، يعني الضغط مش رقم، الضغط عرض. يعني بشتكي من دوخه، زغلله في عينيا، الم في صدري، رجليا، في حاجه اسمها كرامبز اللي بتيجي للعيبه الكوره، كلها دي اعراض الضغط الواطي. لكن انا ضغطي 90 60 كويس طالما ما بتشتكيش. حضرتك فاهماني؟ يعني يعني الارقام دي هنا مش مهمه، لكن رقم الضغط العالي رقم، لازم فوق ال 140 90 ده معناه عنده هايبرتنشن، معناه عنده الضغط. لكن رقم الضغط الواطي ملوش تعريف يعني شارب طالما ما بتشتكيش، بالذات في الفيميلز، يعني بتكلم في البنات. فبالتالي لما يكون ضغطي واطي، لو انا شربت ميه تحسن يبقى كانت كميه سوائل، كلت تحسن يبقى كانت الاكل، غير كده دكتور بسرعه. طب ما اخدش يعني معلومه انه مثلا ايه، كله حاجه حادقه علشان الضغط يظبط. ده لو كنت ما بتاكليش ديك فتره ممكن. لكن ما اروحش اخد نقط، ما اخدش علاج من الصيدليه. حضرتك فاهماني؟ لان عملوا دراسه لقوا ان ده الناس اللي بتاخد نقط ضغط دي بمستقبلها بعد 40 سنه البنات بيجي لها ضغط عالي. لانها بتاخد ضغط ليه؟ بتاخد نقط ضغط ليه؟ ده سؤال مهم جدا. بتاخده لان هي رئاسه الضغط ضغطها لقيته رقم واطي. ما حدش قال لها ان الموضوع مش ضعف بالرقم. ده حقيقي. حضرتك فاهماني؟ احنا دايما في مصر بنحب نفكر، بشغل مخك. ايوه تخيلوا كنا هيضيعوا مستقبلي انا دلوقتي. يعني انا اللي طالعه بنصح الناس. لا ما هو بقول لحضرتك، هو كل واحد ليه شغلانته. ده حقيقي. انا ايه المشكله لما ارجع للمتخصص؟ ده حقيقي. طيب حاجه مهمه جدا، انا دلوقتي يا دكتور خلاص عرفت ان انا لو عندي ضغط واطي اعمل ايه؟ اشرب ميه والحاجات دي. طيب لو انا مثلا حسيت في ناس بيجي لهم صداع جامد جدا ويناموا في نفس اللحظه، ده غلط؟
لا يعني بيخف لما تنام ولا هو نام من يعني اول ما بيجيله حاله انه عايز انه مصدع او متضايق او حاجه يدخل ينام، دايما يقول لك غلط، ممكن يجيله جلطات، الكلام ده برضو اشاعات اصل الصداع، لا 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 اصل الصداع في صداع بيخف من النوم، الصداع النصفي. اوكي يعني عارفه اللي هو بيحس زغلله في عينيا والكهرباء بتضايقني يعني دي حاجه، دي ممكن يخف من النوم، لكن لما اكون طبعا حاجه زي كده ما اروحش انام طبعا، لازم اروح اشوف ايه المشكله يعني. أوكي. لا طبعا النوم مش هيبقى حل، هو بيحل بعض انواع الصداع النصفي، وممكن الصداع يكون عرض من اعراض الضغط الواطي. يعني زي ما انت قلتي كده في الاول، انت لما كان ضغطك وطي او حاسه ان انت دايخه بيبقى صداع ساعات اعراض من الاعراض دي. اوكي طيب، ساعات بيجي لنا الام كده مفاجاه في كتفنا، ما شلناش حاجه تقيله، ما عملناش اي مجهود، بس فجاه حصل لي انه كتفي حصل له كده شده. في حاجه سؤال مهم قوي، في حاجه في الطب اسمها ريفيرد بين، متهيألي نفس الوجع ده اللي هو كده. عشان كده بقول لك ان هو فكره ان حد يفتي في المساله دي بقى صعب شويه. ليه؟ لانه الالام اماكنها مختلفه ورسائلها مختلفه. الالم ده مثلا ممكن يكون مراره، يعني الالم الجنب ده بيجي برضو للفيميل بيسموها 5 اف، فيميل فاتي فرتايل 40، يعني 4 اف، اللي هي ست عندها 40 سنه تخينه شويه ومخلفه كتير، فبيجي لهم دايما حصاوي مراره، حصاد في المراره. ايه ده ليه التجمع ده غريب قوي؟ لان كلهم دول بيبقى عندهم حاجه اسمها هايبر ليبيدين، الدهون عاليه، الكوليسترول العالي فوق سن ال 40 وزنها يكون مليان ومخلفه كتير. اوكي بيسموها 4 اف. دول بيبقى الالم ده الغريب بقى، وذلك هي لو راحت مثلا لصيدلي او راحت لحد مش متخصص، حتى لو مش دكتور متخصص، هيديها الم كتف، هيديها كتفلام، طبعا اي مسكن، اي مسكن. لكن هي في الاخر لا، هو بيبقى الم في الكتف وفي الاخر عايزه تكشف على المراره وهتقول، والحاله دي غالبا علميا لازم تشيل المراره لان الحصاد دي بتبقى خطر. اوكي فبقول لحضرتك الالام بتبقى دايما رسائل مختلفه، يعني ما هياش ما بنفكرش فيها بطريقه سطحيه. يعني لو فكرنا هيبقى الكتف، لا هو مش الكتف خالص. اوكي الرقبه مثلا، الرقبه ده ممكن يطلع ايه؟ مايكاردا انفاركشن، جلطه في القلب. ده بيبقى الناس ماسكه رقبتها كده وماسكه الحته دي كده، وجعها جدا. الكتف الشمال ده مشهور في الافلام. ايوه ده كلام صح ولا مش؟ شويه يعني صح شوية. الكتف الشمال والرقبه، طب يعني بحس ايه، رقبتي بتوجعني ولا مخنوق؟ بحس انه مخنوق وعنده حاجه كارس ديسنيا، بيبقى عامل كده نفسه مضايق قوي كده هو، بس في الم مسمع في المندبل هنا. فبرضه هو ممكن لو فكر فيها تطلع سنان، يعني لو فكرت بسطحيه. انا بقول لحضرتك هو اقول لك لسه وجعاني مثلا ولا حاجه. الرساله اللي جت على اللي كانت موجوده من شويه اللي هي كل رمان وبتاع، لا روح للدكتور، يعني روح عشان للدكتور. ايه هو يبقى فاهم ودرس الفكره. وفي دكاتره المشكله المهمه جدا ان ما فيش حاجه اسمها كشف التليفون ولا على الواتساب. العيانين بيتضايقوا، ازاي ما ردتش عليا؟ ازاي ما جاوبتش؟ ما انا عايز اقول لك لازم اشوفك. حاجه فاهماني يعني بالذات يعني لو حاجه خطيره. مش بنتكلم على دايت ولا مش بنتكلم على حاجه كده، احنا بنتكلم على قلب وشرايين عيانين كتير جدا بتتضايق من مساله انت ما ردتش عليها الواتساب. معلش اصل في حاجه لازم اشوفك ولازم فحوصات، انا مش ساحر. فدي من الحاجات المهمه جدا. طيب حاجه مهمه جدا يا دكتور، ساعات الستات اولادها وهم صغيرين بتبقى الدكتوره بقى هي ماما عندها صيدليه، دكتوره بقى ولا صيدليه ولا كان في حاجه زمان ماما عندها دولاب كده في البيت. أيوة كل الادويه كان اسمه صيدليه زمان. بالظبط. طب يعني الولاد وهم صغيرين ما بقاش بقى ولا في ضغط ولا قلب ولا الحاجات دي، بس حبايبي برضو فجاه يعني يمكن في حدث لبنت خليجيه سعوديه توفت وهي عندها 7 سنين، نامت حصل لها هبوط في الدوره الدمويه، نامت لقوها توفت. فالبيبيهات ممكن يحصل معاهم كده؟ في حاجات بتبقى طبعا هو يعني عايز دكتور اطفال عشان يبقى متكلمين بتكلم بالتخصص، لكن هي في حاجات احنا بنستسهلها وهي ما تنفعش زي الاسهال. يعني اللي انا عايز اقوله مثلا المكملات والحقن بتاعت المصلز دي بتعمل لخبطه في حاجه البوتاسيوم في الجسم والصوديوم. اوكي فالمساله دي بتاعت الدايريه او الاسهال او انا فوميتنج، يعني مثلا انا لما اقول مثلا واحد مات في الحمام قد يكون ايه اللي حصل؟ قد ممكن يكون رجع مثلا ترجيع جامد وبعدين بدا يحصل له ديهايدريشن، بدا جسمه يقل منه السوائل تقل. الاطفال بتبقى اكتر حاجه معرضين للمساله دي. في بعض الناس يعني بيستسهلوا وبيسال، كان في اعلان زمان لكريمه مختار مشهور بتاع محلول معالجه الجفاف. ده كان اعلان مهم جدا. كان في مصر توعيه انجه له جفاف ادوله محلول. برافو عليك، دي حاجه مهمه جدا على فكره. في مصر كان في توعيه صحيه في الاعلانات اختفت. من ضمنهم محمد عوض في البلاريسيا. ده حقيقي، يعني كان في حاجات مهمه جدا من ضمنها المحلول ده. فكره ان انت تتوقع ان حد عايز يخس او عضلاته تبقى احسن او ما اعرفش ايه، ممكن يكون مات فجاه لانه ما حدش قال له لازم تشرب ميه. الدايت من غير فاكهه
يعني مرعب. انت لا بتاكل فاكهه ولا بتشرب ميه ولا بتاكل يعني وبتاخد بس مكملات غذائيه، مرعب. نفس الكلام في الاطفال، لان طبعا الاطفال ما بيبقاش عندهم اكل. لا معلش، بس الادويه اللي احنا بناخدها بتاعه الدايت اللي بتسد النفس خالص، فما تخليناش. عايزه دكتور. عاوزه دكتور طبعا. كل حاجه. ليه؟ لان انا عايز اعرف نسبه البوتاسيوم في جسمك عامله ازاي، الصوديوم عامل ازاي. احنا عندنا البوتاسيوم ده لو نقص بيعمل حاجه اسمها اللي هي بيسموها اريثميا او بالعربي رفه، يعني ضربات قلب سريعه سريعه سريعه، دي بتموت فجاه. اوكي. دي بتموت طول الصدر وانت نايم. طب اخر سؤال عشان عمري لي الوقت، بس ثواني يا جماعه علي، عاوز اسال حاجه مهمه. ساعات ناس بتروح الجيم بتتوفى هناك، يعني بيطلع على التريد ميل مثلا. كان دكتور كان الفنان ممدوح عبد العليم. بالظبط. هقول لك معلومه مهمه. ايه؟ طيب. لان انا سمعتها ومش متاكد منها بالنسبه للفنان ممدوح عبد العليم، لكن بقولها لك بشكل احنا ممكن نتكلم في رمضان عليه. ما ينفعش اروح الجيم وانا صايم. اوكي. ليه بقى؟ اخر ساعتين قبل الصيام، دي معلومه برضو انتشرت، لازم تروح وانت صايم مفيش مشكله. لا. ليه بقى؟ اخر ساعتين قبل المغرب بيبقى الدم عامل زي الثك، تخين جدا، عامل زي عصير الفراوله كده. فمعدل الجلطات، في حاجه اسمها جلطه في الشريان بتاع البلمونري ده اللي هو الرئوي، دي تعمل صدم دس. ما ينفعش اروح الجيم وانا صايم 8 ساعات او 9 ساعات او صايم رمضان او حاجه من الحاجات دي، وفي نفس الوقت مش شارب ميه. اوكي. انا زي ما بروح، زي ما بتوع المدرب الجيم بيقول لي لازم ما تبقاش واكل، بس ما تبقاش واكل من ساعتين. مش بتبقاش واكل من 3 4 من 8 ساعات. اوكي. فحكايه اموت في الجيم دي ليها اسباب مختلفه. يعني انا عارف ان احنا ده انا اتصدمت، انه انا من الناس اللي كنت بروح وانا صايمه. لا ما ينفعش، وبالذات قبل المغرب اللي هو في اخر صيامك. ممكن نتكلم في الفجر، بعد الفجر كده بساعتين مفيش مشكله. يعني يبقى صار مثلا كنت لسه شاربه ميه، لسه كنت واكله، مش عارف ايه، دلوقتي اعمل ايه مجهود. دكتور هشام مصطفى، بجد انا سعيده جدا بالحلقه دي والمعلومات القيمه، وانا عن نفسي استفدت جدا، واتمنى ان الستات اللي بيشوفونا ركزوا جدا، لان دي صحتكم وصحه ولادكم وصحه الناس اللي بتحبوها وبيحبوكم. فاخر نصيحه علشان نختم مع حضرتك. اول حاجه نتجنب النصايح على الفيسبوك الطبيه طالما مش من طبيب. دي اهم حاجه. الحاجه الثانيه، عايز تاخد مكملات غذائيه، عايز تروح الجيم، لازم يبقى معاك خبير تغذيه ودكتور. اي الم يجي لك في اي مكان، الطوارئ، الطبيب، مفيش بديل للاسف. ده حقيقي. خلي بالكم من نفسكم، وهتوحشوني واشوفكم على خير يا احلى ستات في الدنيا. مع السلامه.